لتسليط الضوء على آخر تطورات الملف السوري معنا من إسطنبول عبر الهاتف الكاتب والباحث السوري الأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بكم. نبدأ من القمة الرباعية المرتقبة في إسطنبول، كيف ترى القمة لا سيما وأنها تجمع الدول الأوروبية الكبرى مع تركيا؟ طبعا بالنسبة لنا هو خبر جيد أن تنكسر تلك الثلاثية إيران تركيا روسيا، لأن فيها دولتين معاديتين للشعب السوري ومحتلتين للأرض السورية إيران وروسيا. الوضع على الشكل الرباعي طبعا هو أفضل كثيرا للشعب السوري. موقف ألمانيا وموقف فرنسا أفضل بما لا يقاس من موقف إيران. هذا الجانب الإيجابي. الآن الموضوع لا ينتهي عند التشكيل، يجب أن نرى البحث. الروسي يلعب لعبة قبيحة للغاية، وهي محاولة إعادة تأهيل النظام وأن يغفر له كل ما ارتكبه من جرائم إبادة وجرائم تطهير عرقي وجرائم حرب، وهذا الأمر لا تقبله فرنسا ولا تقبله ألمانيا. الروسي يريد أن يحصل على المال من الدولتين لإعادة إعمار المنطقة التي هو فيها. الوضع في سوريا أن هناك أربع مناطق، سوريا مقسمة أربع أجزاء، واحد لإسرائيل، الثاني للتنظيم البيكيكي المغطى باسم تنظيم قوات سوريا الديمقراطية مع الأمريكان والفرنسيين والإنجليز، والجزء الثالث اللي فيه الجيش السوري الحر مع الجيش التركي، والجزء الرابع اللي هو نصف سوريا الفقير ما فيه موارد اللي فيه الروسي والإيراني والنظام وحزب الله اللبناني وكتائب طائفية شيعية عراقية. فهذا الجزء الفقير اللي فيه الروسي والإيراني واللبناني والنظام والعراقيين، العراقيين المتطرفين طبعا، يحتاج للمال، وهو يريد أن يبيع هذا الأمر للأوروبيين بأنه يتم إعادة الإعمار ويتم إعادة اللاجئين، فقط أعطونا أموال. ولكن الكذبة لم تنطلي على الأوروبيين، لأن النظام السوري لم يتغير، والخطر الذي بسببه غادر السوريون سوريا لم ينقص ولا ذرة واحدة. أستاذ أحمد، ما الدور الذي ستلعبه القمة من الناحية العسكرية وحتى الإنسانية؟ لا دور عسكري، لا فرنسا ولا ألمانيا لا يبحثون الدور العسكري، سوى هم موجودين في المنطقة اللي فيها الأكراد، اللي فيها تنظيم البيكيكي الكردي التركي الذي يسيطر على الربع الأغنى من الأراضي السورية، ثلثي الثروات السورية عند البيكيكي مع الأمريكان والفرنسيين والألمان والبريطانيين. فإذا الجانب العسكري ليس مهما كثيرا، الجانب المهم هو ما يقال عن مسألة إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين، هذه هي القضايا الأساسية. غياب إيران عن هذه القمة في أي سياق ممكن أن نضعه؟ يعني عندنا أمل كبير من أن تبعد من سوريا وأن يكون نوع من إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد حضورا إيرانيا مطلقا في سوريا، وهذا يسعدنا جدا نحن في سوريا أن يبعد العدو الإيراني عن تقرير مصير الشعب السوري، لأنه أن يعطى مقعد في تقرير مصير الشعب السوري يعني مكافأته على الجرائم البشعة الدنيئة التي ارتكبها. كيف ممكن أستاذ أحمد يعني أن تساعد مخرجات هذه القمة على حل الوضع في سوريا بالنظر إلى تجارب سابقة يعني كأستانا وجنيف وسوتشي؟ الضغط على الجانب الروسي بالتأكيد له من أنه لا يوجد إعادة إعمار ولا يوجد سلام في سوريا ولا يوجد إعادة لاجئين إلا إذا حصل تغيير جذري في النظام السوري، إلا إذا غادر بشار الأسد. بكل بساطة الروسي يستطيع أن يأخذ بشار الأسد ويمنعه من العودة إلى سوريا، أو يحبسه في القاعدة، أو يقتله، أو يتخلص منه بطريقة ما، وهذا هو المدخل الرئيسي الأساسي للسلام في سوريا. يستحيل أن يحصل سلام في سوريا طالما السلطة واحد تفاح وحكم أقلية العلوية اللي هي أقل من 4 أو 5% من الشعب السوري. يجب أن ينزع بشار الأسد من السلطة ليحل السلام في سوريا، وهذا كان غير ممكن سابقا وصار ممكنا الآن مع الوجود الروسي في سوريا. برأيك يعني هل هناك ضمانات للخروج بنتائج مختلفة عن القمم السابقة؟ هذه القمة هي الأولى من نوعها،
وفي أمل أنه توصل الرسالة التي ذكرتها لك إلى الروسي من أنه يستحيل أن يحصل السلام في سوريا بقهر السوريين وبذبحهم، وإنما يحصل السلام بأن يعترف بهم كبشر وأن يمنحوا حقوقهم الأساسية. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد كامل، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، الكاتب والباحث السوري.